ايوه حضرته بتشوف فيه ايه، او حضرته علاقه وزاره التموين بالمعرض؟ وزاره التموين هي جزء من التحول الرقمي، هي يمكن من اهم محاور التحول الرقمي في مصر هي وزاره التموين، واحنا لينا بوتس او مكان او بارتيشن خاص بنعرض فيه امكانيه تحول او رقمنه وزارة التموين بالكامل. تمام. ما وزارة كان التموين بتخدم ملايين من الشعب المصري. هي تقريبا أكثر وزارة على الأرض. أكثر وزارة خدمية بتشتغل ليها علاقة بالمواطن مباشرة. الميكنة هنا بقى هتفيدني في إيه أنا كمواطن؟ تمام. هتفيدني على أكثر من محور. المحور الأول هو إحكام السيطرة على منظومة البطاقات وصرف الدعم وتحويل شعار وصول الدعم للمستحقين إلى حقيقة. وان شاء الله في خلال ايام قليله هنلمس ذلك على الارض فعلا. هنشوف ايه؟ هنشوف ايه؟ ايوه. احنا بقالنا كان عندنا حلم من فتره كبيره. هو بصراحه يعتبر يتقال عليه حلم. بالظبط. ان شاء الله يعني احنا ماشيين بخطوات سريعه في هذا تحقيق هذا الحلم. ايوه. الحلم الاساسي ان انا اوصل الدعم للمستحقين يبدا بحلم اصغر وهو الحصول على قاعده بيانات سليمه. تمام. عشان اوصل الدعم للمواطن لابد ان انا اعرفه الاول. فقبل ما اعرف المواطن لابد ان انا استبعد من قائمه البيانات اللي عندي او قاعده البيانات اللي عندي كل من هو وهمي.